أود أن أنوه أن رغم الحملات العديدة ورغم الآليات العديدة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل مناهضة العنف، ابتداء من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة إلى الإعلان العالمي للقضاء على العنف، والآن منذ العام 2008 بدأنا حملات ال 16 يوم لاستكمال الجهود في سبيل مكافحة العنف ضد المرأة، ولكن التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة خاصة التقرير الأخير يشير إلى زيادة في أعداد وأرقام النساء التي تعرضن إلى العنف، وهذا طبعا بسبب أول شيء جائحة كورونا، ثانيا أسباب النزاعات والحروب التي ما غالبا ما تكون المرأة فيها هي الضحية الأكبر تضررا للتعرض للعنف، وفيما يتصل أيضا بالاتجار بالبشر تكون المرأة نسبة 71% من نسبة الاتجار بالبشر في هذه التجارة. فكل هذه الظروف بالإضافة إلى الآليات الجهود والبرامج التي لا تقف على الأسباب والمصادر الأساسية لحدوث العنف، يعني نحن بحاجة إلى تغيير الأنماط الاجتماعية، نحن بحاجة إلى تفعيل القوانين بما يخدم مصلحة المرأة والقضاء الفعلي على المرأة، على العنف ضد المرأة عفواً. نحن بحاجة إلى زرع مبادئ المساواة منذ الأجيال الصغرى في المجتمع حتى تنشأ هذه الأجيال بدون ما تتعلم من الصغر أن أنت دورك كبنت، وجودك أصلاً كبنت أقل من وجودي أنا كذكر، وأنا لي السلطة واليد العليا على تصرفاتك وعلى قراراتك وعلى حياتك. فهذه جميعاً أسباب يجب النظر إليها قبل أن نتحدث عن حملات ربما تكون مهرجانية أكثر منها فعلياً لحل هذه المشكلة أو القضاء على العنف ضد المرأة.